تعمل احلمت 100 حلم. بس على فكره بترتاحي هلا لانه بتنزلي متنشطه. اوكي فصيلة عم تقول لي انا رح البس الازرق اليوم، انا مغير ليه؟ اه كانت معي وانا عم مستنى السيده تفتح. فوتوا يلا تعي معي، فوتي 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 قبلي مشان امن عليكي. وانا حلبس الزهر، غير شكل. خلصنا لبس انا وسيدرا، لبست انا الزهر وسيدرا الازرق. شوفوا بس بتصدقوا انا حبيت الازرق اكثر من الزهر. بالعكس على فكره كثير حلو الازرق. روحي روحي للبيت، كثير حلو كثير حلو. انا حبيت هذا اكثر من هذا، بس يعني انه هيك يعني تغيير، بس انه الاثنين حلوين. احط هلا الواقي الشمسي الزهري احلى. بخليها مطبطه مطبطه كده شعرك. اهم شيء الواقي الشمسي. شو اذا حطيتي انت واقي؟ انا عجبني الواقي الشمسي. ميتة؟ لا هو ما فردت شعره ماري. دخيل جبك. ايه؟ هلا قولي ايه؟ ما رح نطلع من السبح لقيمك. شايفين بابا علي؟ هذا وين فينا نلاقي منه؟ عاد بابا علي. ايه عاد وين فينا نلاقي منه؟ بدي اشتري للبيت لانه كثير حبيته. اي والله؟ ايه. هيك بكون حطيت لون الشمسي على وشي وعلى رقبتي ولجسمي يعني كلياته مغطى يعني. بس انه بحط شوي على ايدي، امبارح ما حطيت. ايه. عمار لما كان بده يجيبنا على المد على جبنا على البيت من المدرسة، هو وجاب شيبس وعصير ونفس الشيبس بالضبط وسبايسي كمان. عن جد؟ حط الطاقية مشان الشمس هلا، بس اسبح بشيلها تمام؟ رح خلي هيك الطاقية مع السليبر البيضة، رح احمل شنتايتي مشان احط فيها اغراضي. هاي ما تصوري ما تصوري. ليش ما تصوري؟ ليش شوفي؟ ايه عادي قبل نفس الزايده هي ما بعرف الجاي بس انه عادي يعني في نظاره ثانيه سيزي. هيك خلص هذا فاينلي لوك. بس حبيت لطاقية البيضة، شوفوا حط عليها التلفزيون. شلحي حطها ورا ميهيك، شلحي بالطيب احسن لك. شلحي بالطيب احسن ما تشلحي غصبا عنك، هيك قصدها هي. هيك انا بكون خالصة. سيدرا ما خلصت لانه هلا عم تسوي شعراتها. اه لقيتيها بعدين شكل تكوين؟ لا اذا تحت التخت تخيل. خليها هون اذا بدك. يا الله ما شاء الله شعري يعني وحياة الله تعبت معك، وحياة الله تعبت. يعني لا شكلها مثل العالم من خلال. يعني هي ما تحمل اياها. شو عملت؟ مش تعملي. تعالي مش تعملي. تعبت تعبت انا تعبت. فكي فكي مطاطة ما شاء الله فكي. بس هافي لك هذول كمان. اماني ديري بالك هاي الفرصة. هيك صح. شو هاد؟ هذا المكان تاعك هلا، هذا حينتزع هلا اصلا من المكتب يعني عادي. لا مو هي المطاطة البكله انقلبت فيك لك هيك ما راح يضلوا. بسم الله. ايه يا مرحبا كيفكم؟ شيلي ما بدك هيك. لا بس انه عادي خلص هيك بضل انه عادي والله عادي. هي موديل يعني على فكره عملت لك موديل. عملت لها موديل ولا ما عملت لها موديل؟ بس قولوا لي عملت لها موديل ولا ما عملت لها موديل؟ لا مو لهالدرجه. شو عملتي؟ شو عملتي؟ فيشا. لا لا خلصنا. انت اكسترا يعني. اه اكسترا اذا بدك.
استاذ السدرة. لانه انا بقول لكم ليش، لانه لا بقى معك انا مو قطعه بس امبارح غير الكنار الازرق كثير حلو. اما هاد انا بس انا عليها سوا بس شايف الربطه هيك مع احلاها سوا قلت لك اياها انا كثير حلو سدرة. اعطيني اياها شويه. طب الصغيره وين الصغيره؟ عرضها يا عمي شعراتك هالقد هالقد شعراتي هالقد شعرات سرا هالقد. يلا خلاص صرنا جاهزين متحضرين. يلا سدرة على فكره احنا كنا جاهزين بس سدرة سيدرا. سيدرا. كل شيء سيدرا كل شيء بحياتهم. ايدك ايدك اه تشبر لي ايدك جلس واحكيني مظبوط جوالي روق روق تعال خليني احط لنا هدول الجدام. انت متاكده بدك اياهم هدول الفواشات؟ بدك اياهم تاخذك اياهم ولا روح ما عم بدي هدول هذول ادم او ليام او اليكس. يلا امشي ننزل يلا يلا ماري شوكولاتة ماما يلا ماري بسي كبستي هاي انا كبسته هاي نفخت لك اول واحدة بس هدول على مقاس صح؟ على مقاس ايه؟ لا ما انت ما خفتي منيح هاد كله ما نفختها منيح؟ يلا تعالوا تعالوا لا برافو عليك يا سيدة نفختهم انا لو بمحلك نفسي بينقطع ما بقدر لازم تضحي احيانا متضحي لماري حاليا سيدة لازم تضحي احيانا شوفوا ماري وين صارت هالقرمل نتفة حمليها جوالي جوالي العمي حط جوالي ييه جوال وين صار؟ هتنزلي معك يسبح يعني؟ ايه هتجوالي اه؟ هتنزلي يسبح؟ افتحونا افتحنا أليكس ايش شي هدلولة؟ كثير انبسطنا عليهم امبارح ايه عادي فيه مي فيه مي اجباري شوفوا اليوم المحشي انا سيدرا تعالي بالنص لشوف ايوه شايفين هاي يعني لما بتكون بالنص مختلفة انا ماي بس مطقمين انا ونور نفس المطقم جاي تماما مو جوع انا بقلك هي مشان بس تسبح انت لانه بدك تسبح عم تكون مو جوعانة لا انا اكلت عصير اكلت عصير على فكره العصير بنشرب ما بيتاكل على فكره يعني حناكل هيك اشياء على الخفيف ما بعرف والله على الخفيف ولا على الثقيل ما بعرف شو يصير معي قبل ما نبلش سباحه انا بحب اكل قبل وبعد خالصه يا الله عصام علقنا بكلمه هلا كل فتره بتطلع لنا الكلمه يا ماما احيان احيان شوفوا الطاولة اللي أخذناها أجينا نتغدى أخذنا طاولة كتير حلوة على الفيو ونور الثلاثة بقول كنتم تعرفون الاثنين لابسين زهري ونفس بعض يعني فدغري بتعرفون عادي هلا أنا مالي كتير جوعانة صراحة بس إذا في شيء هيك مثلا قال لي تعالي كليني ليش لا مثلا مثل هي عشان نظيف طيب كتير طيب هاي صبانك شوفوا هاي جبنة وصبانك صبانك بدي حط منها هاي صبانك ها على فكرة هاي منحطها للولاد نأمن عليهم الأول سرعة عم تعبي لأليكس وماريتا ونور عم تعبي لآدم وليام رح حط بطاطا ليش لا
شوية كاتشب. شوفوا هذا السمك، أنا كثير بحبه مع هذا الصوص خرافي. هذا قسم الأولاد بس عادي. شوفوا النقد. خلاص هيك صحني تمام. عديني عندك بدي شوف هذا الصوص. هذا كاتشب. لا هذا انديان سبايس. انا خلصت. ها بس بيبسي. تدري شو؟ شو؟ هيا اكلاتك لك. انا بما اني لقيت الحمراء هاي ما بها شيء. لا لك مو كثير. شوي من هاي بما اني لقيت الحمراء هاي ما لقيتها. السمك حطيت. شكرا بدي. جاهز. بشوي. لا بابا. انا ما فيني اذا ما شفت شيء ناحي الاكل فراح اجيب بيبسي. هيك مع ليمون. هلا بحط لي ليمون. شايفين شكلهم بيشهي. تستمتعوا وانت عم تشربوا. باقي واحدة. هسي هي اللي دلتنا على السمك. طبعا كلياتنا حبينا هذا السمك. عرفتوا هذا؟ يا الله قرمش كتير طيب. المهم انا سبيت لي هيك صحن اتغدى فيه وماما عم تقول لي بما انه انت دليتينا على السمك فانت حطي لنا سمك. ببلش شوي بهذا اللحم والرز اللي حطيته لانه الرز بصراحه كتير طيب. انا والله ما بحبها. طيب هذول بخلصوا هلا عندي. اهم شيء بطاطا. ماري كلش هيك صغيرة. أخي القلبة ماري متحمسة هلا بدها تروح تسبح. سيدرا عم تترجع عمار مشان عملت كعصرة تطلع حلو. قصدي يعني هي بدها تصوره مشان هو يصورها. عم تضحك عليه. يا امي كيف الاخت بتضحك على اخوها. ايه شوفوا الصور الخرافيه اللي بتاخذها هلا سيدرا. ليش حطي له بورتريه؟ والله بتجنن. اوه والله حلو. يلا خذ لها صورة. جوالي خرافي. انا البروفيشنال تبع العيلة بالمصور. بالتصوير مو بالمصور. بالتصوير. معلش هلا اكلت فما مركزة كثير. يلا صورها. شوف كيف حتطلع الصورة هلا على السيسي. الله موديل. عنا موديل بس هي ما عم تستكشف مواهبها. لا خرجي تكوني موديل. الله ورجيني مو باينه. وينها؟ وينها؟ حلوه. شو قدامي؟ رما شو يا عمري؟ ماما رما شي ماما مو نور لابسه نفسها. مني ماما